أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا، نتناول فيها ملف عودة إريتريا إلى منظمة الإيجاد ودور هذه المنظمة في الأزمة السودانية. فقد شاركت إريتريا يوم الاثنين الماضي في قمة الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح بعد غياب دام 16 عاما، وكان الرئيس أفرقي قد أعلن في وقت سابق عبر لقاء تلفزيوني عودة بلاده للمنظمة قائلا لا مانع من العودة للمنظمة إذ انتفت أسباب التجميد، مضيفا أن المنظمة كانت مدخلا للتدخلات الخارجية ومنبرا لتنفيذ توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية على حسب تعبيره. يذكر أن قمة جيبوتي الأخيرة ركزت بشكل أساسي على مشكلة السودان الذي كان يرأس المنظمة، وخرجت القمة بمبادرة جديدة لجميع رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع في أقل من أسبوعين، وهذا وقد أعلن نائب رئيس مجلس السيادة وممثله في القمة مالك عقار استعداد البرهان للتفاوض، بينما شكك مراقبون من إمكانية نجاح هذه المبادرة. إذن كيف ستكون مساهمة إريتريا في ملفات منظمة الإيجاد الساخنة بعد العودة من التجميد الاختياري؟ وهل تنجح مبادرة الإيجاد في إيجاد حل للأزمة السودانية وتكون بديلا للمبادرات القائمة؟ للمزيد حول هذا الملف معي هنا في الاستوديو مدير شبكة القرن الأفريقي للإعلام الدكتور عمر زرعاي، ومعنا من باريس الكاتب والباحث بالشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين، فمرحبا بكم. دكتور محمد، لعلي أبتدئ معك أولا، يعني أنا أود أن أسألك عن رفض السودان لمخرجات القمة الأخيرة وتحفظه على رئاسة كينيا وكثير من القضايا، لكن قبل ذلك كيف تعلق على عودة إريتريا وكيف كان الدور الإريتري فيما يخص مناقشات الإيجاد للأزمة السودانية؟ في البداية التحية لك ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين الأقارب. هو بلا شك إريتريا تعتبر من أهم دول الإيجاد التي تتكون من 8 دول، وفي تقديري كان تجميد قضيتها في العام 2007 كان نتيجة لتداعيات مرتبطة ارتباط وثيق في موقف إريتريا إذا عادت من القضايا، باعتبار أن الإيجاد هي تعتبر أضعف المنظمات الإقليمية، بل إريتريا بتشتكي من أنها تتدخل في شؤونها الداخلية، ومعلوم أن الكثير من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية تتهم كل الجهات الإقليمية أو الدولية باعتبارها هي منصات للتجسس ومنصات لفرض آراء وإيرادات إقليمية ودولية، فبالتالي عودة إريتريا بشكل أو بآخر بتشكل أنا في تقديري استمرار لدور المنظمة السالم منظمة الإيجاد في احتضان الأنظمة الشمولية بشكل مباشر، لأن حتى في انقلاب 25 أكتوبر الذي حدث في العام 21 من قبل الجنرالين المتحاربين الآن والجيش الدعم السريع لم تجمد الإيجاد عضوية السودان، فبالتالي الإيجاد تعتبر من أضعف المؤسسات التي لا تراعي كثير تطلعات شعوب منطقة القرن الكبير ودول شرق أفريقيا. جيد، كيف تقرأ إذن الموقف السوداني من مخرجات القمة الأخيرة؟ الموقف السوداني في تقديري كان من الوهلة الأولى واضح للعيان أن الحكومة السودانية لن تقبل بالمبادرة أو بالتحركات الكينية، وكان ظاهرا ذلك وجليا بشكل مباشر منذ الوهلة الأولى عندما انعقدت في أبريل قمة استثنائية لدول الإيجاد، تم تسمية رئيس كينيا ويليام روتو وإسماعيل مرجيل رئيس جيبوتي ورئيس جمهور السودان سلفا كير بالتحرك والوصول إلى الخرطوم لمحاولة لوقف إطلاق النار وكذلك الدخول في مباحثات مباشرة، لكن تلك المساعي فشلت، وبعد ذلك أصبح من برجده هو منبرا فاعلا بالإضافة إلى التحركات الأفريقية. أنا في تقدير التحفظات السودانية هي معلومة أن محمد حمدان دبل وقوات الدعم السريع لديهم علاقات وثيقة وطيدة مع الجانب الكيني متمثلة في الجوانب الاقتصادية وفي الجوانب السياسية، وحتى المعلوم تماما أن الدول الراعية للدعم السريع منها كينيا والإمارات العربية المتحدة، ومن محاسن أو من قرائب الصدفة الآن وزير الخارجية الكيني هو شبه مقيم بشكل دائم في دبي، هذا يفسر لك بأن الحكومة السودانية ربما ردت فعلها إزاء هذه الأزمة فيها شكل من الدبلوماسية لم تكن بالموقف الفج، ربما كانت يمكن أن تعترض على هذا الدور الكيني أو رئاسة كينيا في أضابير أو في أثناء هذه الاجتماعات، لازم أن كان السودان مستروا ما أبرك مجلس. طيب إن سمحت لي محمد، يعني شكرا على هذه الإضاءات، لكن أود أن نعود
لكل هذه القضايا بشيء من التفصيل لاحقا. أشرك معنا في الحديث الدكتور عمر زراي. مرحبا بك دكتور عمر. عودة إريتريا لمنظمة الإيجاد ودورها أو على الأقل ملاحظات المراقبين في القمة الأخيرة التي عقدت في جيبوتي عن الأزمة السودانية. التحية لك والمشاهدين ولضيفك الكريم. الحقيقة عودة إريتريا تصادف أيضا أول عودة إريتريا تأتي بعد غياب طويل تقريبا حوالي 16 عاما. نعم. من الغياب. كان خروج إريتريا في 2007 سبب التدخل الإثيوبي في الصومال ووقوف كل الدول الإيجاد بجانب إثيوبيا في ذلك التدخل. طيب الآن نفس الشيء بتأتي إريتريا ويصادف نفس الأسباب خروجها بتعود من جديد للإيجاد وهي بتدخل الإيجاد. يعني لو نظرنا للمبادرة مبادرة الإيجاد التي خرجت من قمة جيبوتي. نعم. فيها كثير من البنود التي تدعو للتدخل المباشر في شأن السودان أو تدخل عسكري بشكل مباشر يعني في بعض القضايا، وهي القضايا تقريبا التي كثير منها تحفظ عليها السودان. هذا الشيء عودة إريتريا هو في هذا التوقيت هو سلاح ذو حدين. هل إريتريا ترفض هذا التدخل بشكل إريتريا مبدئيا يعني عندها حساسية من التدخل والتدخل الأممي بشكل خاص. صحيح. لذلك هي بترى أنه كان الرئيس السياسي أفورقي عندما أعلن في نوفمبر الماضي عودة إريتريا لمنظمة الإيجاد كان يقول أنه إذا انتفت المسببات أو المهددات التي كان السبب خروج إريتريا ستعود إريتريا من جديد وتلعب دورها في المنظمة. أيضا الرئيس السياسي أفورقي في أكثر من لقاء وفي أكثر من حديث تحدث عن أنه هذه المنظمات سواء منظمة الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي بيلعب دور حصان طروادة لتمرير الأجندة الخارجية. مبادرة الإيجاد الحالية أو التي خرجت من قمة جيبوتي إذا نظرنا إليها بعمومها هي ليست مبادرة بمعزل عن المبادرات الأخرى، في نفس الوقت فيها كثير من الشبه التي سوف لا تروق للرئيس السياسي أفورقي، والرئيس السياسي أفورقي في الحقيقة لا يجامل في هذا الشيء لأنه بيرى فيه مهدد للدول ومهدد لإريتريا أيضا، وبالتالي إريتريا ستتحفز على ذلك. لكن هناك نقطة أخرى والتي أشار إليها ضيفك الكريم، الدول التي يقول إنها راعية أو هي بتدعم موقف قائد قوات الدعم السريع ربما بيكون عندها تأثير أيضا على إريتريا بحكم العلاقات. نتحدث عن أثيوبيا وكينيا هنا. تقريبا أثيوبيا ليست بالعلاقات التي تؤثر بها على إريتريا، أو إريتريا بتتنازل عن شيء بسبب أثيوبيا، لكن هو تحدث عن الدور الكيني مثلا والدور. طيب. الإماراتي. وهذا الدور الإماراتي بالذات ربما يكون عنده تأثير، وهذا اللي كان يتحدث عنه كثير من المراقبين بأنه ربما الدعم السريع يتلقى دعم عن طريق إريتريا من دولة الإمارات. طيب. هذا لم يثبت، لكن كثير من الأوساط القريبة من السلطة في السودان بتتحدث عن هذا الدور. حتى الآن لم تتحدث السلطات السودانية أو قوات المسلحة السودانية عن داعم أجنبي مباشر، لكن كثير من الوسائط القريبة من السلطة بتتحدث عن هذا الدور وبتشير أصابع الاتهام لدولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا كان في حديث من بعض الأطراف مع بداية الأزمة وفيما بعد لاحقا عن الدور الإريتري والدعم الذي يأتي من إريتريا، وأيضا عن ضبوطات لبعض الأسلحة المتطورة في شرق السودان، وهذا إذا دل إنما يدل على أنه هناك تحرك إريتري. هذا الشيء ربما يخفف من حدة إريتريا تجاه
التدخل الذي تطلبه الإيجاد، وإن لم في الغالب سوف لا يلاقي لا تلاقي استجابة، المبادرة نفسها سوف لا تجد قبول من من الحكومة السودانية بشكلها الحالي. نعم. ربما بعد الملاحظات التي أبدتها الحكومة السودانية إذا حصل تغيير في بعض البنود ربما تكون مطروحة للنقاش. ويعني كما ذكرت أنه مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي قد قال بالحرف الواحد في أكثر من لقاء أنه رئيس مجلس السيادة البرهان مستعد للجلوس مع قائد الدعم السريع، لكن في تقديري هذا الحديث في اعتقادي مجرد حديث سياسي في هذا التوقيت وليس صعوبة حصول ذلك في الوقت الراهن، صعوبة اللقاء في الوقت المباشر. طيب. في الوقت الحالي. طيب جيد، أعود لمحمد. محمد تورشين، البيان الصادر من وزارة الخارجية السودانية تعقيبا على البيان الختامي لقمة جيبوتي تحدث عن حصر التدخلات أو الحلول بالحلول الأفريقية كما وردت بشكل أو بآخر، ما هي المبادرات الأخرى التي تخشاها الخرطوم، يعني خاصة المبادرة التي يعني وقعت عليها في جدة المبادرة الأمريكية السعودية، وهناك يقال أنها مبادرة إماراتية، ما لماذا يصر السودان على الحل الأفريقي للأزمة؟ هو بلا شك السودان يدرك تماما بأن هذه الحرب هي لا يمكن قراءتها بمنع أن التحديات والحروبات التي اندلعت في المنطقة بشكل عام، سواء كان في السودان أو في أفريقيا أو حتى مقروءة بثورات الربيع العربي، لأن هنالك تحديات جسام وديناميكيات وتطورات وتغيرات كبيرة جدا طرأت في المشهد السياسي الدولي. أنا في تقدير السودان من خلال أنا متابعتي لتحركات ممثل رئيس مجلس السيادة وحوارات التي أجراها يخشى من أن الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات في الأيام القاضية تحدثت بشكل مباشر بأنها ستفتح منبر جدة لإضافة وسطاء جدد، وسبب بأن مصر ربما تكون هي حاضرة وكذلك الأمارات العربية المتحدة. وبرغم من أنك أشار ضيفك كريم أن الحكومة لم تصنف أن الإمارات تدعم الدعم السريع بشكل مباشر عن طريق كينيا أو عن طريق حفتر أو حتى عن طريق أسمرة، لكن هذا مع من خلال التحركات، من خلال اللقاءات السابقة، التسليح وكثير من القضايا، حتى بعض الشركات التي فرضت عليها وزارة خزانة الأمريكية عقوبات مقرها من دبي. أكيد تقديري وبالتالي بناء على هذه المعطيات ربما الجانب السوداني ولا سيما الجيش يتوقع بأنه ربما يحقق انتصارات، ربما يزعى لتحليل خسائر هذه المواجهات بالتواصل إلى تفاهمات تفضي بالمقام الأول إلى دمج الدعم السريع في الجيش السوداني في فترة وجيزة، وبناء على هذه الجزئيات إذا وجد أن هنالك دول تقدم خطاطة بهذه الجزئية ربما يوافق ويتوقف عن هذا القتال الذي استمر الآن شهران وفي شهره الثالث دون أي انتصارات ملحوظة للجيش السري للجيش وكذلك للدعم السري. أنا في تقدير الحكومة السودانية ممثلة في الجيش وكذلك باعتباره هو الآن يسيطر على مجلس السيادة وبعض الشخصيات التي تتبع للحركات المسلحة، الظاهر أنه هنالك عدم انسجام أو تجانس في مواقف، حتى مواقف تصريحات عقار وكذلك تصريحات البر بنجد فيها هنالك شيء مثل عدم الانسجام والتناغم التام، مما يؤكد أن أيضا فرضية أن تكون هنالك رؤية موحدة للمباحثات التي تتبناها الإيجاد في مقبل الأيام أيضا لن يكون مجدي أو لن يحدث تغيير واختراق كبير، باعتبار أن الآن الإيجاد فيها غير موحدة. هل هتستجيب الإيجاد أو على الأقل المجموعة الرباعية التي تم تشكيلها برئاسة كينيا وجنوب السودان وجيبوتي وأثيوبيا مؤخرا بأن تستجيب لهذه الرغبة السودانية وتقوم باستبدال رئيس كينيا ورئيس جنوب السودان ليكون مسؤولا أو رئيسا للآلية الرباعية؟ وهل تستطيع مساءها بأحمد إنه وهل توافق الخرطوم أيضا على أن تكون أديس أبابا أو أثيوبيا مقر لهذا اللقاء الثنائي؟ ده إذا افترضنا إنه بعض التصريحات وبعض المعلومات التي تتحدث على الأقل بشكل دقيق بأن حميدتي أو غاية قوات الدعم السريع هو مصاب إصابة خطيرة وبليغة
وحتى هنالك معلومات يعني لم تأكد بشكل مطلق بمدى صحتها ودقتها انه محمد حمدان نقل يتلقى العلاج في كينيا وتم إجلاؤه بواسطة طائرة تدفع لبعض البعثات الأممية في السودان التي قدرت، والآن يتلقى العلاج في كينيا. فكل هذه المعطيات وكل هذه التعقيدات أنا في تقديري الآن لم تشكل بيئة أو مناخ ملائم ومناسب لأن تكون هنالك مفاوضات جادة في ظل هذه التعثرات وهذه التعقيدات. طيب محمد، في ظل هذا الضعف في إمكانيات وأدوات منظمة الإيجاد لحل الأزمة السودانية، لماذا يصر السودان على حلول أفريقية، خاصة أن موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ذكر بأن السودان ربما يكون ينزلق بسرعة نحو حرب أهلية شاملة؟ ما الذي يعني لدى السودان ممكن أن تجده عند الأفارقة؟ هل الحكومة السودانية الخرطوم تفتقد إلى حلفاء حقيقيين خارج هذا الإطار مؤثرين وممكن أن يكون لهم دور في إيقاف هذه الأزمة؟ أنا في تقدير الحكومة السودانية لديها تحالفات، لكن ربما لا تثق كثيرا في الدول الفاعلة فعليا الآن في الملف السوداني أو في الأزمة السودانية، وذلك من خلال البيانات التي تحاول أن تساوي بين الجيش والدعم السريع وتحملهم المسؤولية المشتركة في كثير من القضايا. ربما الحكومة السودانية تخشى من هذه الجزئية وتعتبر أنه أي انخراط فعلي في مباحثات ترعاها هذه الأطراف التي تساوي بين الطرفين ربما التصورات أو قدرة الوساطة بشكل فاعل لأن تكون محايدة وتضغط على الطرفين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تكون بعيدة، لأنه أنا الآن ملاحظ في الجولات الأخيرة والتحركات الأخيرة وبما في ذلك المبادرات الأفريقية سواء كان مبادرة الإيجاد أو المبادرة التي تمت صياغتها المبادرة الأفريقية بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي إنها تتحدث بشكل مباشر على أنه محاولة للعودة إلى الوراء والإبقاء على الوضع ما قبل اندلاع هذه المواجهات، بمعنى أن يكون الدعم السريع قيام مستقل وكذلك أن تكون المؤسسة العسكرية وما إلى ذلك، أي بمعنى محاولة تأجيل المعركة لوقت لاحق باعتبار أن هذه الجزئية خطيرة جدا. فأنا في تقديري هذه هي من المخاوف والجزئيات التي تجعل الحكومة السودانية تفضل الحلول الأفريقية. يتضع اعتبارات، الاعتبار الأول أنه أفريقيا مدركة تماما ولديها تجارب كثيرة جدا مرتبطة بأن هنالك جيوش وهنالك مجموعات مسلحة حركات مسلحة كانت لديها تجارب وتم دمجها في الجيوش الوطنية وأصبح الواقع وضعا طبيعيا في ظل غياب تناقضات في السودان. الجزئية الثانية أيضا أفريقيا أو الاتحاد الأفريقي بكل أجسامه لديه مبادرة إسقاط البندقية وهذه أيضا بتجعله أنه يتحرك بشكل قوي يستطيع أنه يمارس الضغوطات فاعلة على طرفي الصراع. الجزئية الأخيرة أيضا أنا في تقديري مهم جدا وهي تجربة الاتحاد الأفريقي والإيجاد لا سيما وأثيوبيا حتى في التوصل إلى 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 تفاهمات بين المكون العسكري قبل والقوى المدنية واللي أسفر أن توقع الوثيقة الدستورية في 2019 باعتبار أن بالرغم من هذه الوثيقة فيها العديد من الإشكاليات والتناقضات وما إلى ذلك لكن كانت محاولة وصنع أفريقي أسهم بشكل مباشر إلى استعادة المسار الطبيعي أو تشكيل حكومة بشكل ائتلافي بين المكون العسكري عندئذ وكذلك القوى المدنية. فبالتالي ربما هذه العوامل وبالأخص إصرار السودان على دولة جنوب السودان لأن دولة جنوب السودان هي كانت قبل العام 2011 كانت جزء من الدولة السودانية فبالتالي مدركة تماما للتحديات وطبيعة الخلافات والتعقيدات الإثنية والسياسية والاجتماعية وما إلى ذلك. فضلا عن ذلك جنوب السودان كان لديها دور فاعل في استضافة المباحثات التي تمت بين الحكومة الانتقالية وكذلك الحركات المسلحة وأسفر ذلك عن توقيع سلام السودان في 2020. فأنا في تقديري كل هذه العوامل بتجعل البيئة الأفريقية لا سيما بيئة الإيجاد أو دول شرق أفريقيا هي غادرة ولديها إلمام تام باعتبار أن هذه المنطقة منطقة شرق أفريقيا من أكثر المناطق تأثر بالحرب والاختلاف الأمني مثلا منظومة الإيجاد بناء ويلاحظ أنه في أثيوبيا في اضطرابات في الصومال في أريتريا حد ما في 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 كل هذه الدول بتعاني من اضطرابات جنوب السودان أيضا فبالتالي هنالك إلمام وقدرة نوعا ما على محاولة تغريب وجهة النظر لأنه مثل هذه الأزمة الآن التي نشرها في السودان
من السهل جدا الكل يتحدث بانه ينبغي ان يتم وقف اطلاق النار والتوصل الى التفاهمات، لكن كيف يتم التوصل الى التفاهمات؟ هل الدعم السريع قادر على انه يقدم تنازلات ويتخلى عن وضعه الغير طبيعي ووضعه الشائك وهذه التناقضات وان يعود الى المؤسسه العسكريه ويتم دمجه في المؤسسه العسكريه، مع العلم انه قياداته هي غير مستوفره شروط العمل العسكري من حيث المؤهل والتدريب وحتى الرتب التي كانوا من قبل يحملونها، فضلا عن ذلك الدعم السريع بنى امبراطوريه اقتصاديه كبيره، هل لديه الرغبه ان يتخلى عن هذه الامبراطوريه الاقتصاديه التي تتمثل في الشركات التي تسيطر على الذهب جمال عامر وسنجو وغيرها من المناطق وان تعود هذه الخيرات وهذه الثروات للاقتصاد السوداني وان ينعم بها المواطن السوداني؟ هذه تساؤلات جوهريه ومهمه جدا باعتبار ان الان انا اؤكد ان الحرب التي تجري الان هي حرب لا احد كان يرغب ان يدخل فيها ان لم تكن هي حرب وجوديه في المقام الاول، فانها حرب وجوديه فمن الصعب جدا ان توصل الى تفاهمات بسهوله وايقافها. طيب دكتور عمر، هل يمكن للسودانيين ان يثقوا في الحلول الافريقيه؟ سياس افورقي في حديثه قبل في بدايه الازمه السودانيه تحدث ايضا عن يعني ضروره ايجاد حلول محليه اقليميه للازمه السودانيه والبعد عن التدخلات الدوليه، لكن يبدو ان الافارقه والحلول المحليه عاجزه عن حل الازمه السودانيه. أولا للأسف كثير من المقولات التي يقولها الرئيس السياسي أفورقي بتنطبق كثير على المنظمات الإفريقية وبما فيها الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي أخذ موقف سلبي من الأزمة السودانية في 25 أكتوبر العام الماضي بتصنيف اللي حصل في السودان في أكتوبر انقلاب عسكري وعلق عدوية السودان. هل ترى أن هذا كان تصرف سلبي من أفريقيا؟ أنا في اعتقادي نعم، أنا في اعتقادي يبدو كذلك، لأنه القيادة التي اتخذت الخطوة هي جزء من الحكومة اللي كانت موجودة، في نفس الوقت هي اتخذ الخطوة ليس قائد عسكري فقط من الجيش وإنما رئيس الحكومة في ذلك، رئيس الدولة في ذلك الوقت. إذا اعتبرنا السيد البرهان رئيس مجلس السيادة هو يعتبر الرئيس البلاد وحمدوك في ذلك الوقت رئيس الوزراء. طيب. فهذه الازدواجية التي كانت موجودة في الحكومة السودانية أو الحالة السودانية كان بتعطي مبرر للاتحاد الأفريقي أنه هو لا يتخذ هذا القرار، لأنه اتخاذ القرارات في غير المدروسة في بعض الأحيان بتؤدي إلى عواقب وخيمة زي اللي حصل الآن في السودان والحالة الاتحاد الأفريقي، بمعنى أنه الاتحاد الأفريقي لا يستطيع التدخل بشكل مباشر في هذه الأزمة وإيجاد الحلول لها كما سعى في الملف الإثيوبي. ايضا اذا لاحظنا اليوم وموسى فكي كان حاضر في قمه الايجاد وخاطب القمه وقمه الايجاد نفسها هي مجموعه 8 دول وفي الاخير هي تتبع بشكل ما للاتحاد الافريقي، هي جزء هي الدول الافريقيه. نعم. لكن في الملف في الازمه الاثيوبيه مثلا عندما الحكومة السودانية الإثيوبية اتخذت قرار تنفيذ إنفاذ القانون ضد جبهة تيغراي باعتبارها جبهة متمردة على القانون، الأفارقة أو الاتحاد الأفريقي أنه رفض أي تدخل أجنبي في الشأن في الأزمة الأثيوبية. نعم. بينما اليوم ينادي بأنه هناك في الأخير هناك مؤسسة عسكرية في هذه البلاد وهي الراسخة في السودان، والدعم السريع في الأخير حتى بإجماع الكل يعتبر جزء من القوات المسلحة أو تابع لها، وبالتالي عندما يخرج عن إرادة القوات المسلحة ويتمرد عليها يعتبر هو متمرد على الدولة السودانية. فعندما تأتي مبادرة إفريقية وتطالب الدولة السودانية بمناطق عازلة وتدخل القوات إفريقية وأشياء من هذا القبيل، هذا أنا في اعتقادي يعتبر تدخل صارخ في الشؤون الداخلية.
بالتالي الأزمة الموجودة الآن أنه في اعتقاد الدولة السودانية أو الجيش أو الجيش السوداني بيرة ليس حل إفريقي وإنما يأخذ مسار أطول للتفاوض، بمعنى أنه يماطل في عملية الوصول للتفاوض بينما هو يحاول حسم المعركة عسكريا في الأرض، لأن المبادرات الأخرى كما شاهدنا ولاحظنا في الأسابيع الماضية أنه هي أيضا العواقب التي تأتي بعد عدم الالتزام بالمبادرة نفسها بيؤدي إلى خطوات سريعة من الأطراف الراعية للمبادرة كما حصل في المبادرة الأمريكية السعودية. عند مجرد عدم أو الإحساس بعدم الالتزام من الأطراف أنه الولايات المتحدة بادرت بفرض عقوبات على المؤسسات الدولة وبالتساوي أيضا مع على بعض مؤسسات الدعم السريع، فهذه المبادرة أو مبادرات الأخرى بما فيها في أكثر من مبادرة مطروحة، ولكن هذه المبادرات كلها بتصب في أنه ربما بشكل سلبي على الأزمة، بمعنى الضغط على الجيش السوداني والحكومة السودانية وإعطاء مساحة للدعم السريع الذي يحاول أيضا الوصول لهذا بأي شكل من الأشكال لنوع من الهدنة لترتيب أوراقه من جديد وترتيب صفوفه من جديد. بالتالي الدولة السودانية أنا في اعتقادي اللي هو القبول المبدئي بالمبادرة، بمعنى أنه هي تعطي الضوء الأخضر للمفاوضات الطويلة الأمد، في نفس الوقت بتتخذ خطوات على الأرض لحسم الموضوع أو لإضعاف الخصم وبالتالي لإجلاسه بالطريقة التي تراها مناسبة في الوقت الذي تراه مناسب. طيب جيد دكتور عمر، ابقى معي أنت والأستاذ محمد ترشين. أعزائي المشاهدين، فاصل نعود لكم بعده، فانتظرونا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا الذي نناقش فيه عودة أسمرة لمنظمة الإيجاد وأيضا القمة الأخيرة التي عقدت في جيبوتي ومخرجاتها فيما يخص الملف السوداني. معي هنا في الأستوديو الدكتور عمر زراعي ومعنا عبر السكايب الدكتور محمد ترشين، فمرحبا بكم وبهم. دكتور محمد أعود لك، السودان تحفظ بشكل واضح وربما قوي على رئاسة كينيا للجنة الرباعية، وتحفظ أيضا على دور الأثيوبي وإن كان بشكل أقل حدة، دولتين من أصل أربعة للجنة الرباعية. يعني هذا ربما يدفعنا نحو السؤال، من هم حلفاء الخرطوم محمد ترشين؟ ويعني كيف يرى الجيش السوداني حل هذه الأزمة في ظل عجزه عن حسمها عسكريا؟ أنا في تقديري التحفظات السودانية إذا أثيوبيا هي تعتبر أقل حدة، برغم أن هنالك الكثير من التعقيدات لا سيما في ملف الحدود بين السودان وأثيوبيا. فضلاً عن ذلك الآن هنالك معلومات مؤكدة أن الدعم السريع لديه استثمارات ضخمة، وهذا لا يخفى على أحد. الزيارة الشهيرة التي قام بها محمد حمدان دقلو ولزيارة أثيوبيا إبان احتدام المعارك بين الجيش السوداني وكذلك قوات الأثيوبية شفتة على الحدود في الفهرة، فهذا ربما أمر معلوم تماما. ولذا يعني دائما السلطات السودانية عندما يكون الأمر فيه الجانب الأثيوبي تتحفظ كثير من الأجزاء، حتى أثيوبيا بالمناسبة تنظر إلى السودان بشيء من الريبة،
وهذا معلوم في ايضا في المعارك التي اندلعت في 2020 بين الحكومه المركزيه وجبهه تحرير تيغراي. كثيرا السودان حاول ان يتدخل لكن اثيوبيا صدت ورفضت، بل اتهمته بانه ظل يوفر كثير من الامدادات اللوجستيه والعسكريه لجبهه تحرير تيغراي وانما ياوي حتى قيادتها، لكن بالرغم من ذلك لم يثبت هذا بشكل مباشر. انا في تقديري ايضا جانب كينيا معلوم واشرت له من قبل، ربما الان في هذه الازمه السودانيه حتى نكون اكثر دقه واكثر وضعيه، الجانب السوداني يركز دائما على الدول التي ليس لديها مصالح بشكل مباشر مع الجانب السوداني، بمعنى الدول التي لديها مصالح وكل ما يحدث في السودان ينعكس عليها بشكل مباشر على امنها واستقرارها وعلى التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه والى ذلك، هي دول الجوار. وربما السودان باستثناء دولتين جنوب السودان ومصر لا يحبس اي دوله من دول الجوار ان تتدخل بشكل مباشر في هذه الازمه، لان ربما تكون لديها مصالح والمصالح معلومه مرتبطه بكثير من القضايا الامنيه حتى والسياسيه، لكن دوله جنوب السودان بالرغم من هنالك ايضا تحديات مرتبطه في قضايا اللجوء قضايا الحدود وما الى ذلك، لكن يبدو ان الجانب السوداني ودوله جنوب السودان لديهم قدر من التفاهم وقدر من التنسيق مع بعض، ربما لذا يفضل دائما ان يكون هنالك حضور من الجانب دوله جنوب السودان. الدور المصري ايضا من خلال الكثير من التحركات وحتى تبني بعض المؤسسات الاعلاميه الرسميه خطاب المؤسسه العسكريه السودانيه، الظاهر ان الخرطوم لديها رغبه بان تكون مصر حاضره، لان كثير من مراعاه المصالح المصريه هي مرتبطه بمصالح ولو الى حد ما مصلحه الدوله السودانيه، لا سيما الجانب العسكري، لان هنالك ربما تفاهمات لاستنساخ النموذج المصري في التجربه السياسيه في السودان. طيب محمد، هناك الملاحظ بان الدور المصري ليس على المستوى الذي كان البعض ربما يتوقعه، يعني الازمه السودانيه ربما تكون مصر من اكبر المتضررين من هذه الازمه بشكل مباشر او غير مباشر، مع ذلك نرى ان الدور السوداني ليس بذلك القوه والحضور الذي كان يتوقعه البعض، هل يعود ذلك لوجود دور اماراتي معاكس كما يقول البعض؟ بلا شك، انا ارجع ذلك الى امرين اساسيين، الامر الاول انه مصر ما عادت مصر السابقه التي لديها تاثير ودور فعال في القاره الافريقيه، وتراجع دورها لصالح العديد من القوى الاقليميه الاخرى. ثانيا، معادله الجانب الاماراتي الى حد ما الجانب السعودي، باعتبار ان هنالك شتى، الامارات تسعى بان تتبنى مصر مواقفها وتوجهاتها في السياسه الخارجيه الى حد كبير، وبينهما تطابق لا سيما في قضية تصنيف جماعة الأخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، ومعلوم من أهم محددات السياسة الخارجية الإماراتية هي قضية الأخوان المسلمين، وأيضا مصري هذا يشكل جزء مهم جدا، بعد نستطيع أن نقول قضية الأمن المائي ربما تأتي قضية الأخوان المسلمين كقضية ثانية، وبالتالي مصر بتنظر أنه أي تحرك حتى الآن ما يحدث في السودان هو قادر على استيعابه على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وحتى على المدى الاستراتيجي، باعتبار أن الآن عندما أدركت أن التداعيات الإنسانية ستطال مصر أصبحت تغيرت أو حاولت أن تلغي حتى اتفاقية الحدود الأربعة، حاولت أن تفرض الدخول إلى مصر أن يتم بتأشيرة مسبقة وما إلى ذلك. فضلا عن ذلك، أنا في تقديري مصر الآن إذا تعقدت الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن ربما تتدخل بشكل مباشر، وإن خسرت الإمارات، لأن الإمارات دائما ما تناور على 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 مصر بقضية المساعدات الاقتصادية والاستثمارات وما إلى ذلك، فهذه جزئية مهمة، فممكن مصر أن تضحي بهذه الجزئيات الاقتصادية المهمة مقابل أمنها القومي، لأنه أي تهديد أي انهيار مباشر على الأرض في السودان سيلقي بظلاله على الأمن المصري، لأنه هناك عامل التداخل اللغوي والثقافي وما الى ذلك كتشاد، يعني الان اكثر دولتين بهم لاجئين سودانيين هم تشاد ومصر. انا في تقدير ايضا في جانب لا يمكن ان نهمله باي حال من الاحوال، وهي مجموعه حفتر، هي لها دور كبير جدا في هذا الصراع، وان نفى حفتر عن طريق بيانات انه ليس لديه اي ارتباط. قبل اندلاع هذه المواجهات بفترة لا تتجاوز 72 ساعة كان ابن حفتر موجود في السودان وعقد اجتماعات مهمة مع كثير من الأطراف. أنا في تقديري الأزمة السودانية معقدة متشعبة متداخلة، إن لم تتحرك الدول الأفريقية، ولا أتوقع حتى أؤكد على فرضية الزميل التي أشار إليها قبل قليل، ما لم تكون هنالك عمليات نوعية وحسمة على أرض المعركة
لم تمضي ملف المباحثات او يمضي ملف التفاوض الى الامام، بمعنى انه دائما في عقليه الحروب، سواء كانت الحروب داخل البلدان او الحروب بين الدول، لابد انه يكون هنالك طرف حقق انتصار، هذا الانتصار ولو نوعي او نسبي يسعى من خلال المباحثات انه يحاول انه يثبت هذا الانتصار، يحقق من خلاله مكاسب. الطرف الاخر شعر تماما بان الان خسر الكثير، فاذا استمر في هذه المعركه ربما يخسر الاكثر، فبالتالي يذهب الى المفاوضات حتى يحافظ على القليل من طيب المكتسب. واضح محمد، شكرا. في نفس ما حصل في اثيوبيا بين الحكومه نعم الجهد. واضح، ابقى معي محمد، ما اعود لك دكتور عمر. دكتور عمر، سياسه فرقي يعني تحدث عن مثل هذا، عن وجود تدخلات وايادي اجنبيه كثيره في المنطقه، وعند حديثه خاصه عن السودان تحدث عن ان هذا الدور سيكون سلبي ويعود بشكل سلبي على السودان، وفي نفس الوقت انتقد السياسيين السودانيين وذكر بأن السودان مظلوم في سياسيه وربما يستحق أفضل من ذلك. ما هي الرؤية الإريترية لما يحصل في السودان بشكل خاص، وبشكل عام الدور الإريتري في مثل منظمات الإيجاد وغيرها، الاتحاد الأفريقي؟ هو للأسف كل ما يقوله الرئيس السياسي في هذا الشأن هو في حقيقة واقع نراه اليوم في الأرض، مع أنه الرئيس السياسي أفورقي هو الأسوأ يعني من كل الذين ذكرهم، لكن يظل يعني التوصيف الرئيس السياسي أفورقي دائما هو قارئ جيد وبيقرأ المنطقة بشكل جيد، وله ارتباطات وثيقة مع السياسيين السودانيين بكل أطرافهم، ولذلك يعرف كل السياسيين السودانيين، وعندما يتحدث عنهم هو يتحدث بدون دبلوماسية وبدون رتوش، يعني هو لا يتحدث كرئيس دولة وإنما يتحدث مثل المحلل السياسي. لكن هو هذا حقيقة الأمر الواقع في السودان، هو نتاج لفشل السياسيين السودانيين، وهم الذين عطوا مبرر للتدخلات الخارجية. فبعد حدوث الثورة في 2019 ونرى السودان يترنح، والسودان تراجع كثير في خلال الأربع سنوات الماضية وأصبح أسوأ مما كان عليه في الماضي بكثير، يعني في فترة الإنقاذ بكل مساوئها وبكل ما قيل عنها من تحجيم الحريات، كان بتوفر الأمن والغذاء على الأقل في الحواضر الكبيرة، وكانت الأحداث المؤسفة التي كانت تجري في السودان هي في المناطق في الهامش. لكن اليوم السودان نسبة لتراجع السياسيين، وعي السياسيين السودانيين بمآلات الأمور، وصلنا إلى ما وصل إليه السودان حاليا. طيب دكتور عمر، عفوا المقاطعة، يعني نرى بأن يعني حتى في حديث الدكتور محمد قبل قليل أن تشاد وإريتريا وكينيا وأثيوبيا ليبيا حفتر إمارات أمريكا، كل هذه الدول ربما بشكل أو بآخر بشكل صريح أو خجول تدعم الدعم السريع، يعني لماذا فشل الجيش السوداني في إيجاد دعم؟ إذا كنا يعني كثير من القطاع السوداني يرى بأن الجيش السوداني يمثل الدولة السودانية وإن كان على خلاف معه في مرحلة من المراحل. أنا في اعتقادي أريتريا لا تدعم الدعم السريع بشكل مباشر، طيب، وإنما ربما بتمارس بعض الضغوطات على الجيش السوداني، لكن السياسة الأريترية لا ليست بهذا الشكل الذي تدعم به الدعم السريع، لكن لا تدعم الجيش أيضا. لا تدعم. طيب ما الذي أوصل هذه المؤسسة إلى هذه الوضع؟ لا، هي المؤسسة السودانية في الحقيقة الأمر هي مستهدفة من قوة أكبر من هذه القوة، وهذه القوة مجرد لاعبين صغار بينفذوا أجندة الكبار. في حقيقة الأمر المؤسسة العسكرية السودانية هي في نظر القوى العظمى وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية بترى فيها عدم قوة مطاوعة أنه هي ممكن تأتي
تعمل ما يطلب منها. البرهان طبع مع إسرائيل، طبع مع الغرب، كان على استعداد للذهاب إلى تل أبيب وتوقيع أي اتفاقات تطلب. نعم، هو البرهان أنا أعرفه وأنت تعرف والدكتور محمد يعرفه، الولايات المتحدة أدرى بذلك، أنه البرهان مجرد شخص في المؤسسة العسكرية السودانية، وعندما لا ترق للمؤسسة العسكرية السودانية خطوات البرهان في أي وقت من الأوقات أو ترى أنه يخرج عن ما تريد، عن مبادئ المؤسسة العسكرية السودانية ستنقلب عليه. إذن المقصود هو المؤسسة ككل. نعم، السودان من 1997 هو معرض لضغوطات غربية، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه عقوبات. وحتى عندما جاءت الثورة وعزل البشير وكله ودخل البرهان تحت العباءة الأمريكية أيضا، لم يرفع الحظر، لم ترفع العقوبات، لم يغير شيء في واقع الأرض في السودان، وإنما كان كل حتى السياسيين السودانيين أو السياسيين الذين أتوا من الخارج لحكم السودان بعد الثورة لم يباشروا عملهم في تلبية مطالب الثورة. الثورة عندما خرجت بال 2019 كان بتطالب بالخبز والوقود، نعم، وارتفاع الدولار الذي كان وصل ل 40 جنيها سودانيا. لكن ماذا فعل السياسيين السودانيين المستوردين من الخارج؟ لم يلبوا مطالب الثورة، وإنما كل همهم كالتنفيذ ما طلب منهم من الخارج، اللي هو هدم المؤسسة العسكرية السودانية قبل تلبية مطالب الثورة، وهذا الانقلب عليهم رأسا على عقب للأسف. فنحن الآن بما نشهده هو حتى مساواة الدعم السريع، هو فصيل من القوات المسلحة بكل الدولة السودانية وبمؤسسة القوات المسلحة السودانية بامتداداتها، هو أصلا يصب في هذا الاتجاه. فالذي نراه اليوم في الخرطوم هو تكالب لهذه القوة لإضعاف هذه المؤسسة وترويدها. المؤسسة العسكرية السودانية في حقيقة الأمر، أو كل المؤسسات السودانية، القوى الصلبة في السودان حاولت أن تروّد نفسها مع الولايات المتحدة، وهي ممكن أكثر المؤسسات التي خدمت الولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب. لكن هذا أيضا لم يغفر لها أن الولايات المتحدة ترضى عنها، والسبب أنه هذه القوى بتعتبر الولايات المتحدة أنه لها امتدادات أخرى أيديولوجية، وبالتالي هذا ما تخشى الولايات المتحدة منها في المستقبل، ولذلك تحاول تحييدها حتى يتسنى لها العمل في السودان بشكل مباشر. طيب دكتور، والولايات المتحدة أود أن أعود إلى 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 الملف الإريتري، عفوا ربما يعني حتى لا يدركنا الوقت. أساس فرقي أيضا يعني لدي هذه الحالة الرهاب من المنظمات الإقليمية حتى الدولية، يعني ابتداء من الأمم المتحدة مرورا بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد، يعني ما الأزمة التي يعاني منها سياسة فرق اتجاه منظمات يعني تعمل بشكل جماعي؟ هو السياسة فرقي عنده مشكلته الخاصة، اللي هي مشكلة شخص نفسية، وعقد هي من فترة الثورة ومن السبعينات وكذا ضد هذه المنظمات، ويرى فيها أن هي منظمات بتخدم الهيمنة الغربية كما يسميها، وهو يرى نفسه في تحدي مع الولايات المتحدة وأشياء من هذا القبيل. هو بيعيش على ترسبات الماضي، والوضع مختلف عن إريتريا وعن السودان. يعني عندما نتحدث عن تدخل المنظمات الغربية في السودان، فالسودان بيمتلك أرض، بيمتلك ثروة، بيمتلك كل المقومات التي بتسيل لعاب الآخرين للتدخل في الشأن السوداني. فكما ذكرت لك قبل قليل، الولايات المتحدة حتى في فترة الإنقاذ وسوء علاقتها مع الإنقاذ بتبني أكبر سفارة لها في إفريقيا في السودان،
لأنه بتنظر للمستقبل البعيد وتحاول تعمل كل هذه الأشياء للمستقبل البعيد. أما بالنسبة لأريتريا هو مجرد السياسة فرق بيخاف على كرسي الحكم وأنه هو بيعيش حالة أزمة دكتاتورية صارخة وبيرى في أنه المنظمات الأجنبية ربما بتكون واحد من المداخل للغرب في تغيير النظام عندما لا تريده. لكن الحقيقة هو غير ذلك. الغرب مثلا في هذا التوقيت محتاج للرئيس السياسة أفورقي أكثر من أي نظام في المنطقة، لأنه كما نرى البحر الأحمر في تهديد كبير في الولايات للمصالح الغربية في البحر الأحمر من الجانب الغربي اليمن، وبالتالي الغرب بيبحث عن أحد بيحفظ الجانب الأمن الجانب الغربي للبحر الأحمر، وبذلك يكون التهديد غير مباشر على المصالح الأمريكية. لكن في هو إذا نظرنا للسياسة أفورقي هو بيرى في كل هذه المنظمات الأجنبية بتوفر بعض المساعدات، المنظمات الأجنبية أيضا بتوفر عمل، بتوفر أشياء كثيرة، وأريتريا كانت موعودة من الغرب ومن الشرق بدعم كبير، وبالتالي هذا الدعم بيساهم في عملية التنمية. عملية التنمية بنفسها بتؤدي إلى عملية إلى الوعي بالمطالب الأخرى، المطالب أو الوعي بالحقوق السياسية، وبالتالي هو سياسة أفورقي لا يريد المجتمع الوصول إلى المطالب السياسية، ولذلك يكون دائما في حالة شغله الشاغل يكون المطالب الأساسية اللي هو الأكل والشراب. طيب محمد تورشين، يعني هذه التحفظات التي يبديها سياسة أفورقي اتجاه منظمات الإقليمية خاصة الإيجاد والاتحاد الأفريقي، أليست في محلها؟ أليست هذه الدول كونها عاجزة عن إيجاد حلول أيضا ربما تكون مدخل حقيقي لهذه القوة التي يتحدث عنها سياسة أفورقي؟ هو حتى نكون أكثر موضوعية وأكثر منطقية، معلوم تماما أن كل القوة الدولية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي عبارة عن قوة عظمى لديها أذرع، هذه الأذرع ممثلة في المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي محل الحديث، وكذلك الإيجاد، الإكواس، الصادق، ما إلى ذلك. وهذا ملحوظ من خلال أنه كثير من هذه المنظمات تنفذ رغبات وتطلعات القوة الدولية، سواء كان الإكواس بلا شك ظلت تنفذ رغبات وتطلعات فرنسا بشكل مباشر في دول غرب إفريقيا، السادك الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما، بريطانيا، الإيجاد، وهكذا. فمعلوم تماما قوي والذي يساهم بشكل مباشر في تمويل هذه المؤسسات وفي أجهزتها وكذلك في برامجها سيكون لديه تأثير عليها، سواء كان التأثير ده مباشر أو بطريقة غير مباشرة. أنا أؤكد على جزئية مهمة جدا، بالرغم حتى بالأمس الغريب قبل أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية وتحمل النعمة السابقة مسؤولية الانتهاكات التي حدثت في دارفور من قتل الوالي وكذلك تهجير المدنيين واستخدام الاغتصاب كسلاح وجرائم القتل والإبادة الجماعية، أنا أؤكد لك أن هذا الموقف الأمريكي سيجعل الكثير من القوى ستدين الدعم السريع. من قبل كان لا أحد يدين الدعم السريع، الكل يتحدث بأن طرفية الصراع وما إلى ذلك، لكن هذا الموقف الأمريكي قوى إقليمية ومنظمات، ولاحظنا أن الأمم المتحدة التي كانت لا تتحدث بشكل مباشر وفوركر تحدث أيضا بشكل صريح أن الدعم السريع. هذا يؤكد لك أن القوى النافذة كالولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير بشكل مباشر على الأجسام والمنظمات والتكتلات، وبالتالي من الطبيعي جدا هنالك بعض القوى التي لديها تعاطي ولديها بعض التحفظات اتجاه إذا هذه المنظمات ظلت لا ترغب في أن تكون جزء منها، لكن العالم طبعا لا يعرف الفراغ. بالتالي أنا أتوقع أنه الآن ينبغي لكثير من الدول التي لديها تحفظات والعالم أن يتجه في إطار نظام عالمي جديد قائم على أسس التعددية. جيد وعلى جيد، وضحت الفكرة. محمد أعتذر على المقاطعة، لكن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، والشكر لك دكتور عمر الزراعي، ألتقيك في حلقات قادمة. الشكر لكم مشاهدي الكرام، أترككم في رعاية الله، ألتقيكم الأسبوع القادم.